وللحديث حول التدخلات الإيرانية في المنطقة والأوضاع الاقتصادية المتهالكة في طهران، معنا عبر الهاتف من عمان وزير الإعلام السابق الدكتور صالح القلاب. دكتور صالح، مساء الخير. هذه الجهود الحثيثة التي يبذلها مسؤولو الإدارة الأمريكية خلال هذه الفترة لتضييق الخناق على نظام الولي الفقيه إن صح التعبير، من وجهة نظرك هل بدأت تأتي أكلها فعلا، وهل سنشهد تراجعا لمخاطر نظام إيران في المنطقة؟ بالطبع، يعني هو أن تأتي متأخرا خير أن لا تأتي أبدا. يعني السكوت السابق على مدى 7 سنوات وأكثر عن إيران خلاها بتكون قوة رئيسية بالمنطقة. نعم. قوة رئيسية بالعراق، قوة رئيسية بسوريا، باليمن، حتى في لبنان. السكوت عليها طول هذه الفترة. الآن لا نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع ونقول المسؤولية الإدارة السابقة والإدارة السابقة كانت متواطئة مع إيران. باراك أوباما كان يراهن على إيران إنها الدولة القوية الوحيدة بالمنطقة بالشرق الأوسط، وأنه لازم هو يكون قريب منها دائما ويتحارب معها في كل حال. الآن ثبت أنه إيران لا يمكن أن تكون حليفة للولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، لأنه ما تفعله كله يتعارض مع السياسات الأمريكية ووجود الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا وجودها حتى في أمريكا نفسها. فلذلك حقيقة الآن الموضوع جدي، والموضوع أيضا بالنسبة للإيرانيين خطير جدا. المشكلة الآن داخل إيران، في إيران، الدولة في إيران الآن تتفسخ في دولة ماكلها الفساد، ماكلتها المشاكل، دولة من الداخل تتفسد. وانت عارف المعارك اللي تصير بما يسمى برلمان، وأيضا عندما جرى فصل بعض المسؤولين في الحكومة، والآن روحاني نفسه يعني تطارد المشاكل، وهناك حقيقة صراع داخلي في إيران هائل جدا. صراع الداخلي هذا الهائل جدا، إذا إيران انسحبت من سوريا أو انسحبت حتى من اليمن أو من العراق، إذا انسحبت إيران ستتفجر، وهذا يدركوه الإيرانيين، يعرفون هذا الكلام الإيرانيين، يعرفون أنه عادة اللي يهرب من أزماته الداخلية هو اللي يهرب يتدخل بالخارج. لا. سوريا لما كان بدأ تهرب من الوضع الداخلي بالسبعينات وبعد ذلك كانت تهرب للتدخل بالخارج، دخلت بلبنان، وأيضا حاولت على الأردن عدة محاولات، جيوشها تحطها بالأردن، وفي بعض الأحيان دخلت الجيوش الحدود الأردنية. نعم دكتور، دكتور صالح، من الواضح أن النظام الإيراني يرفض الاستجابة للضغوط الدولية والاحتجاجات الداخلية والوضع الداخلي المتأزم، نراه مستمرا في تهديداته الجوفاء، ومؤخرا وقع اتفاقية لشرعنة وجوده العسكري في سوريا. كيف تقرأ السيناريوهات القادمة في ظل الإصرار الأمريكي على كبح جماح سياسات طهران العدائية، وعلى الجانب الآخر التعنت الإيراني المستمر؟ لانه كما قلت لك، يعني لانه يعرفوا ان المشكله مش انسحاب من سوريا والتدخل في الشؤون الداخليه هذا التدخل في الشؤون الداخليه للدول المجاوره يحافظ على النظام اللي موجود داخل طهران. نعم. هم بالنسبه لهم يحافظوا يهربوا ازماتهم الى الخارج، قاعدين يبعثوا ازماتهم، وامام شعبهم يقولوا انهم عندهم يعني التزامهم بالجهاد هو اللي خليهم، طبعا اي جهاد، هذا التزامهم بالجهاد هو اللي خليهم يتدخلوا في سوريا، يتدخلوا بالعراق، يتدخلوا باليمن، يتدخلوا بلبنان، وايضا تدخلات سابقة وتهديدات للبحرين، تهديدات لدول الخليج كلها بما باستثناء بعض الدول اللي انتم عارفينها. ولذلك اقول هم شاعرين الان انه قاعدين بداوا العد العكسي، لأنه لا يمكن أن يبقوا مفلوتين في هذه المنطقة، يعني مثل حاط فيل في مكان مليء بالأواني الخزفية يكسر وهو رايح وجاي في طول الوقت.
هذه الاتفاقات اللي وقعوها. هاي مثل عنا مثل يقول واحد لما يكون ماشي في صحراء بالليل يصير هيجن، يصير يحدي حداء بالليل وهو راكب ناقته حتى يسكر على ضربات قلبه، المخاوف اللي داخله يسكر عليها. هذه الاتفاقيات اللي يحكوا عنها من اللي بتلتزم فيها؟ إذا جد الجد وضغطوا الأمريكيين والذي يهددوا أنه لازم يخرجوا من سوريا ولازم يخرجوا من المنطقة، إذا جد الجد هذه الاتفاقيات يبدهم ينقعوهم مية ويشربوا ويشربوها هم وبشار الأسد، لأنه بشار الأسد إذا طلعوا الإيرانيين عارف أنه صافي. الروس بدهم التدخل الإيراني بالمنطقة لأنه ما في حدا معهم. كل هذا حلقات مترابطة مع بعضها. ولذلك أنا أعتقد هل الآن نترك التحليل بالاتجاه هذا، أنا أعتقد إيران هذا النظام ذاهب إلى الزوال، مهما بقي بالعراق وسوريا بالمنطقة ذاهب إلى الزوال. نعم، وزير الإعلام السابق الدكتور صالح القلاب كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.